أزمة خدمية تعيشها محافظة القادسية بعد إضراب عمال النظافة احتجاجاً على ظلم الحكومة ومسؤولي المحافظة لهم وعدم إنصافهم، ما أدى إلى تكدس النفايات في شوارع المحافظة. الديوانية انترست نفايات، الديوانية مجاريها تعبت، الديوانية الأمطار صادفت ويا اعتصام عقود 315. نتمنى من الحكومة المركزية يثبتون عم يرجعوا للشوارع، ماكو مكان للسيارات، ماكو مكان للناس تعبوا من وراء النفايات والأزبال اللي تفسد الشوارع. للأسف الديوانية على مدى هذا الأسبوع غصت صراحة بالنفايات، المجاري، باقي الخدمات، يعني لا تلاحظون هسه الشوارع غصت بالنفايات صراحة. يعني عمال النظافة في القادسية أكدوا تعرضهم للإجحاف من قبل الحكومة ومسؤولي المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم وحل مشكلة رواتبهم من أجل إنهاء الإضراب. كوننا عقود خدمة 15 سنة و20 سنة و10 سنوات، فلازم الدولة تنصف بحقوقنا. ناس عوائل عندنا مرضى قاعدين إيجارات، قسم قاعدين بالعشوائيات، ما يصير هذا الحكي، العالم ما تعطونها حقوقها. مماطلة قضية تثبيتنا نفسها، الحكومة المركزية هي اللي قررت قرار انه من لديه سنتين يثبت، لحد الان ما نعرف الخلل يمن. ساعه يقولون الحكومه المحليه انه البيانات ما صادت، الحكومه المركزيه تقول الحكومه المحليه ما دازت لكم البيانات. طبعا احنا مهلتنا منا اليوم الثلاثاء للجلسه، اذا ما صار حل راح يبدا تصعيد. تراكم النفايات في القادسيه واضراب عمال البلديه ولد حاله من الخوف والخشيه لدى السكان من انتشار الاوبئه بعد ان امتلأت المدينه بروائح النفايات. يحدث هذا وسط تجاهل حكومي لأزمة جيوش من موظفي العقود المتظاهرين في كل أنحاء العراق للمطالبة بحقوقهم التي ضاعت بفعل الفساد وفشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل لملف التعيينات.